قبل طبعا يعني المباراة نروح لي يعني الإجراءات الوقائية يعني وأنتم موجودين في البيت. لا طبعا احنا على طول يعني بنحط الكحول ده على ايدينا و بنحاول يعني نعقم نفسنا على طول دايما عشان يعني ما يحصلناش اي حاجه، وبنفضل في البيت يعني مش عايزين ننزل كتير عشان ما يحصلناش اي حاجه. يعني هتقول ايه للناس؟ طيب يعني خلي الناس بس تقعد في البيت، ما ينزلوش الشارع كتير عشان يعني ما يحصلناش زي بره، ونحاول برضو نبقى كويسين على قد ما الناس كلها يعني بتحاول تحافظ على بس نفسها. ده صعب. ايه يا احمد؟ ايه، ما انا مش عقبالي صعب البسه. طبعا يا احمد احنا كلها خلال لحظات، ونروح بقى للتحدي الموجود ما بينكم في البيت. احنا النهارده في اضافتكم طبعا والاستقبال الجميل ده بنشكركم عليه، لكن بقى نروح لمهاره خارج المستطيل الاخضر، بلاي ستيشن. كلنا بنحب بلاي ستيشن، اكيد كلنا طبعا. بنلعب بلاي ستيشن. محمد النهارده يلعب بمانشستر سيتي واحمد بليفربول، مين حريف من الاخر كده قبل ما نلعب ونشوف؟ هنشوف دلوقتي من غير ما اقول. طيب عادي بقطعه على طول يعني. هنخلي بقى الملعب هو الفيصل والشاشه والدرزه باخد منه والدرزه فلوس على طول، بيتغلب على فلوس بس. كمان الحكم بقى للمشاهدين وليكم، وهنشوف بقى مين اللي هو هيكسب يعني التحدي اللي موجود على شاشه اون تايم سبورتس. طبعا ستي ات هوم. يلا خلاص يا عم تتخلص اهم حاجه التعقيم. يلا نروح للمباراه مشاهدينا في ستي ات هوم. طبعا وقايه من فيروس كورونا، النهارده بنشارك يعني اللاعبين في ظل طبعا توقف الدوري، النهارده موجودين معاهم في المنزل، النهارده في منزل طبعا نجم كبير لكره القدم المصريه كابتن ايمن منصور، النهارده مع ابنائه احمد ايمن منصور ومحمد ايمن منصور. طبعا كل لاعب يعني بيعمل اللاين اب بتاعه والتشكيل والخطه بتاعته، كل واحد بيطلع المهارات بتاعته في التشكيل. ادي مانشستر سيتي محمد ايمن منصور، ليفربول احمد ايمن منصور. هنشوف مين اللي هيكسب وهنشوف مين النهارده اللي هيقدر يهزم التاني. كوره مفيش حاجه يا جماعه، تاني الكوره. ادي نقفل بقى على طول. خلاص يا محمد، لا لا لازم نروح. ادي على طول الكوره، نعلمه بس ما يجيبش جون. ستيرلينج عدى بمهاره. ادي بقى بيكلي الغلابه او بيكلي الحقيقي دوت بتاع المقصه. كرة شيب جميل، تمسك يا اليسون على طول. اليسون بيكر يعني يطلعها. ادي المهاره واستعراض جميل، بنلعب في الوقت الضايع في منطقه جزائك. خمس دقائق وقت خلاص صفر الضايع. خلاص صفر بس صفر حكم المباراه. الله العظيم حظي وحش، والله حظي وحش. انهى المباراه وانهى التحدي ما بين احمد ايمن منصور ومحمد ايمن منصور بفوز محمد ايمن منصور بخماسيه مقابل هدفين. اداء ولا احلى ولا اروع. قاعد يتكلم قاعد يتكلم كتير قبل الماتش وقبل التحدي، انا هكسب انا هعمل ايه بقى؟ عايز تقول له ايه؟ اتعلم وبتعلى على طول يعني. هو على طول كده في البيت والله، يفضل يقول لي مش هرد وانا بكسبك على طول، لكن زي ما انت شايف خمسه كوره ما بتديش كلها حق والله. يعني الجلافز هو السبب اللي في ايدك ده؟ ما هنعمل ايه؟ طب ما هو الراجل لابس اهو، اول مره العب بيه برضه عشان رشيت كتير على الدراع، يمكن عشان رشيت كتير.